الحلقة لنتواصل مع حضراتكم شوط تلو شوط. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح والفلاح لكل المشاركين المنطلقين الباحثين عن ذلك الفوز الغالي، عن ذلك الفوز المنتظر الذي ينتظر واحدا من بين هذه الأسماء الكبيرة والخطيرة والعملاقة التي بدأت تنطلق في هذه اللحظات مباشرة مع أول الأسماء، مباشرة مع روز أحمد بن عبد الله بن محمد الرميثي. من يتقدم مع أول المراكز ويقدم لنا روز المركز الثاني؟ القدوم في هذه اللحظات من الذهبية لسعيد بن سهيل بن دلوي الكتبية المنطلق في هذه اللحظات ليندفع مشاهدين الكرام مع الذهبية ويندفع بهذا الاندفاع الممتاز. القدوم أيضا الوصول والتحدي الكبير والمثير من نشرة سعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي لينطلق في هذه اللحظات ويقدم لنا نشرة من بدأت بالانتشار على أرضية هذا الميدان. أتابع بنت الوسمي القادمة مع محفوظ بن خميس بن علي الجنيبي المقدم لنا بنت الوسمي لينطلق بهذا الأداء وينطلق بهذا التحدي الممتاز. المركز الخامس الحضور والتواصل والانطلاق في هذه اللحظات من الشامخة خليفة بن محمد بن لويع الخيلي المنطلق بكل قوة ليقدم الأداءات، ليقدم هذه العروض مع المركز الخامس. المركز السادس أتابع الحضور، أتابع الضبيعة المنطلقة في هذه اللحظات محمد بن فرج بن راشد بن عبيد المنصوري. والمركز السابع يصل الشعار الاقتصادي، يصل في هذه اللحظات لينطلق ليبحث عن الفوز مع شرارة. أم هنا بالفعل انطلاق من حمرة، حمرة هي القادمة، غانم بن علي بن حمودة الظاهر ينطلق. المركز الثامن الحضور والتواصل من لفحة لعلي بن سالم بن علي الكتبي لينطلق مع لفحة ويقدم لنا لفحة القادمة شديدة 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 شديدة. محمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري القادم بكل قوة المنطلق مع شديدة في شوط الشدة، في شوط الانطلاقات المتميزة، في شوط الاندفاعات الممتازة في هذه اللحظات. عودة من جديد إلى مقدمة الشوط، إلى أول الأسماء، إلى لفحة من تتقدم في هذه اللحظات وتنطلق بكل قوة في هذه اللحظات. بالفعل نشرة انتشرت مع أول المراكز، انتشرت مع أول التحديات في هذه اللحظات. سعيد بن أحمد بن محمد بن دري بن دري الفلاحي الله الله على نشرة الله. المركز الثاني القدوم الحضور من بنت الوسمي، محفوظ بن خميس بن علي الجنيبي القادم المقدم لبنت الوسمي. المركز الثالث شديدة القادمة بكل قوة والمنطلقة في هذه اللحظات يقدم لنا شديدة. محمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري قادما منطلقا وباحثا عن ذلك الفوز مع شديدة التي انطلقت في هذه اللحظات، اندفعت في شوط الشدة، في شوط الانطلاقات المتميزة. المركز الرابع الحضور في هذه اللحظات
الانطلاق مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذه اللحظات الذهبية. الله يا الذهبية. السعيد أم راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي الاكتبي المنطلق بكل قوة والمندفع في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام على اندفاعتها وانطلاقتها المتميزة. المركز الخامس أحضرت وتقدمت ووصلت في هذه اللحظات. الضبيع انطلقت بكل قوة. محمد بن فرج بن راشد بن عبيد المنصور. يالله الله يا المنصوري المقدم لهذا الشعار المقدم لهذا الأداء. أتابع الحضور أتابع الوصول الانطلاق المميز. وصلت لفحة لعلي بن سالم بن علي الاكتبي القادم بكل قوة والمنطلق في هذه اللحظات. بالخرس القادم بكل قوة والمنطلق في هذه اللحظات. وصلت وتقدمت الشايبة 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 يا الشايبة محمد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي المقدم للشايبة. المنطلق مع الشايبة يقدم لنا الشايبة وكأول نداء للشايبة وحضور للشايبة في هذه اللحظات. وتابع أيضا من انضمت وانطلقت بكل قوة. وتابع أرجوان أرجوان الشيخ ركاض بن محمد بن ركاض العامري المنطلق في هذه اللحظات. المندفع بكل قوة يقدم لنا أرجوان أرجوان أرجوان. وتابع أيضا أغادير أغادير علي بن سعيد بن مبارك الدرعي من الزرعي المنطلق في هذه اللحظات ليقدم لنا شعاره وينطلق مع غادير. غادير بالفعل القادمة بكل قوة في هذه اللحظات. انضمت أيضا وتابع راهية خليفة بالسلطان بن رشيد السويدي المنطلق بكل قوة القادم في هذه اللحظات. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى التحدي الممتاز في هذه اللحظات. الانطلاق بكل قوة مع شديدة ومع بالدليوي 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 راشد بن سعيد بالدليوي المقدم لشعاره. المنطلق مع الذهبية الباحثة عن الناموس الغالي الباحثة عن الفوز الأغلى في هذا المهرجان الأغلى. نعم في ختامي الوثبة 2019. الله 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 يا الذهبية على هذا الأداء على هذا التحدي الممتاز. المركز الثاني الحضور من شديدة القادمة مع ثاني التحديات محمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري. ولكن محفوظ محفوظ بن خميس الجنيبي مع بنت الوسمي المقدم لبنت الوسمي المنطلق في هذه اللحظات. وتابع الحضور أيضا الوصول أيضا التحدي من نشرة نشرة يا بن دري نشرة يا فلاحي نشرة المقدم لشعاره. المركز الخامس أحضرت وتقدمت الشايبة 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 محمد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي المنطلق بكل قوة المقدم للشايبة المنطلق مع الشايبة ليقدمها في هذه اللحظات. أوصلت أرجوان 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 فهذا الأداء المتميز يقدم لنا أرجوان الشيخ ركاض بن محمد بن ركاض العامري المنطلق مع أرجوان. وكذلك القدوم والحضور من الضبيعة المنطلقة بكل قوة محمد بن فرج بن راشد بن عبيد المنصوري المقدم لشعاره والمنطلق بكل قوة. أغادير لعلي بن سعيد بن مبارك الزرعي المنطلق مع المركز أيضا السابع في هذه اللحظات. أسماء واصلة وأسماء منطلقة وأسماء نترقبها في اللحظات الأخيرة في اللحظات الخطيرة. نعم ها نحن نقترب من الكيل
كيلومتر الأخير. نعم في هذه اللحظات لننطلق مع شديدة والأمتار الشديدة الأمتار الخطيرة. نعم اقتحمنا لوحة الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير بالفعل. ومالك شديدة يا مالك شديدة المقدم لشديدة المنطلق مع شديدة محمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري الشايبة وصل بن دري وصل بن دري القادم بكل قوة المنطلق في هذه اللحظات مع نشرة يا بن دري نشرة يا الشاعر نشرة يا بن دري. أهو أوصلت أرجوان يا بالركاض يا بالركاض القادم بكل قوة ولكن اللحظات الأخيرة. نعم العودة مع مقدمة الشوط مع الشايبة محمد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي مع 400 متر الأخيرة. روح يا ولد خماس روح على هذا الفوز. إلا وحرك الشايبة إلا وطلعت شباب ما هي بشايبة من أجل الفوز. روح مع الانتصار في أغلى المهرجانات يقدم لنا الشايبة تعلن الفوز. يا الرميثي خلاص تهانينا والناموس لمالك الشايبة محمد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي على هذا الفوز المركز الثاني. ومشكور يا سالم يا بن سعيد الزرعي على هذا التقديم الممتاز المركز الثاني. نشرة لسعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي المركز الثالث. أوصلت مشاهدينا متابعينا الكرام اللي هي أرجوان الشيخ ركاض بن محمد بن المركز الرابع. وصلت مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء اوصلت شرارة محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي. والمركز الخامس اوصلت متابعينا الكرام حفلة خليفة بن مهير بن عبد الله بن محيان الكتبي بن محيان الكتبي. تانينا والناموس على هذا الفوز المميز والكبير. نعود الى التوقيت الزمني ولحظات وصول الشايبة مع محمد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي من قدم لنا الشايبة في صباح هذا اليوم. 12 دقيقة 48 ثانية وجزئين من الثانية. قائد الهجانة بالفعل ينطلق بهذا الانطلاق الممتاز. المركز الثاني كان الحضور من نشرة من قدم لنا نشرة سعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي. توقيتها 12:49 ثانية 5 أجزاء من الثانية توقيت نشرة ولحظة وصولها إلى خط النهاية. المركز الثالث كان الحضور من أرجوان الشيخ ركاض بن محمد بن ركاض العامري من قدم أرجوان 12:50 وجزءا وحيدا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز المتميز. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل شكرا للزملاء على التواصل. وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي من انطلاقات الإثارة انطلاقات أشواق.